الماتش ما كان ساهل، ماشي صعيب تربح فريق الوداد البيضاوي وسط الجمهور ديالو في التيران ديالو. الحمد لله بريبارينا الماتش ديالنا مزيان، قدرنا نديروا اللعب ديالنا، دومينينا الماتش كامل مع لا دوزيام ميطون ماركينا دو بوت، اكدنا الانتصار ديالنا، وكنتمناو نبقاو في الريتم ونكملوا بلا فيكتوار باش نفرحوا الجمهور ديالنا. اولا على كل حال حاولنا، كانوا الدراري رجال، حاولنا نجيراو الماتش. اول حاجه بعدا ميت ماركاش علينا، الحمد لله توفقنا في جوج اهداف. مالوروزمون كنا بغينا نحافظوا على نظافه الشباك، مي ما كتبش، مي كتبقى نتيجه جد ايجابيه، حيت امام فريق كبير وامام جماهير ديالو في ارض الميدان ديالو. الجد في التمارين، وديما خصك تحاول تزيد من عندك وتوكل على الله وتصفي نيتك وراه الله كبير. كنشكرهم ديما ماشي غير اليوم، حيت ديما كيساندونا وديما وخف النتائج السلبيه كيكونوا في جنبنا، وكنشكرهم بزاف وكنوب على الدراري، وشكر كبير للجماهير المحمديه. نحاولوا حتى هو ان شاء الله نادابتاو مع مباراة، وان شاء الله نحققوا نتيجه ايجابيه. بطبيعه الحال كانت مباراه صعيبه، ان فريق الوداد البيضاوي كانت عنده خساره في الماتش اللي سابق ضد فريق الجيش الملكي، كانوا ناويين باش ينتصروا اليوم. احنا جينا، احنا كنا عازمين باش ناخذوا 3 بوان ديالنا باش نفرحوا الجماهير الشبابيه. الحمد لله هادشي اللي تاتى لنا. كانت مباراه صعيبه صراحه، لاننا كنا لاعبين ضد فريق كبير اللي هو فريق الوداد البيضاوي، اللي معروف بالجمهور الكبير ديالو اللي معروف بالجمهور الكبير ديالو، ولا في الصعيد الوطني ولا على الصعيد الافريقي ولا العالمي. الحمد لله راي واحد كيتمنى يلعب هذا الماتش ويكون مزيان، وداك الشيء اللي تاتنا اليوم. الحمد لله خدينا 3 بوان، وكان هذه هو الجماهير الشبابيه. هي من واحد الناحيه عاوتاني، ملي كتكون لاعب ضد فريق كبير فكتكون بلي كونسونطري، كتوجد ليه مزيان، لانك لاعب ضد لعابه مزيانين، ضد جمهور كبير، ضد دوله. والحمد لله جينا مكونسونطرين، كنا عازمين باش نكونوا حنا يد في يد، وكل واحد يبين على المستوى ديالو، وداك الشيء اللي ظهر في التيران وخرجنا ناشطين الحمد لله. كنوعدوا ان شاء الله باننا راه غادي نزيدوا ان شاء الله، نكتفوا المجهودات ديالنا باش نرضيوهم، لاننا كنا دزنا واحد مرحله الفراغ اللي ماشي في مصلحتنا، ودابا الحمد لله رجعنا للانتصارات، ونتمنوا ان شاء الله نحققوا انتصارات قريبه.